يلا تصبح على خير. جوري وين رايحة؟ تعي نطلع الأوضة ونقعد ونحكي شوي مع بعض. ليش دخلتوا لهلا جوري؟ أختي لو سمحتي لا تحكي بهي الطريقة مع جوري، لأنه هي ما لها علاقة. بعدين هي رح تصير مرتي. يلا روحي تعي معي. هلا تأخر الوقت جهاد، أنت اطلعه بكرة بيجي لعندك. مثل ما بدك. ممكن آخذ بوسة؟ بونوي بونوي. صباح الخير. وانت بخير جهاد. فجأة تحولتي من وحدة غبية لوحدة محبوبة ومرغوبة. انتي لشو عم تحاولي تلمحي؟ ممكن اعرف؟ ما بكفي صرتي نجمة الحفلة، وفوق هيك اجا جهاد وطلب ايدك، وانتي بالاصل بعلاقة مع عمر. مالك قليلة ابدا، كل اللي هون عم يهتموا فيكي، عن جد ما فيكي حيا بنوب. طوليب خانو، أنا محترمة وبعرف حدودي منيح، وأكيد ما رح رد عليك بنفس الأسلوب لأني بحترمك، بس بظن أنه تصرفاتك مو أحسن منه. لهيك ديري بالك على كلامك وأصحك تتهميني بشغلات أنا مستحيل أني ساويها. ألو جوري؟ نعم عمر. في مجال تطلعي على الباب شوي لو سمحتي؟ ليش صاير شي مو منيح؟ لا بس بدي أحكي معك. لا هلأ أتأخر الوقت كتير وأنا لازم نام. جوري خمس دقايق وما بخليك تطولي. شوفي قلقتني عمر. ما في شيء ابدا، حبيت اني اشوفك قبل ما تنامي لانك طلعتي من الحفله انت وجهاد، وبصراحه قلقت عليكي وانشغل بالي. شو عملتوا؟ رجعنا دغري على البيت. جهاد ماله بحاله منيحه ليقدر يحكي. كوني منيحه ولا تتضايقي من الشيء اللي صار، لانه لازم تتوقعي انه يتصرف هيك معي. مو هيك، انا تفاجأت بصراحه، بس كمان ما حبيت اني زعله قدام كل اللي بالحفلة. ما بعرف. انت تصرفتي صح، بس لازم تعرفي انه عم بيفهمك غلط، وحرام انك تصدميه بعدين. اي معك حق. عن اذنك لازم امشي. جوري يا ترى رح تقدري تسامحيني؟